الامور مبشره كابتن سيد، كمان لان كنا لسه بنتكلم مع استاذ محمد برضو في قصه هنا، يعني مش هيكون في حضرتك سامعني كابتن سيد؟ فكرة هنا برضو عدم وجود جمهور مغربي ربما لها تأثير برضو على نفسية اللعيبة، احنا بنحاول نشوف كده النقاط اللي تكون لصالحنا يعني. ففكرة برضو هنا ان الفريق عندنا كان مرتاح نفسيا الى حد ما، لان احنا حسمنا هذا اللقب، لقب الدوري من فترة، ربما كان في ضغط من قبل الوداد والرجاء لغاية اخر فترة، يعني الدوري لم يحسم عندهم غير مؤخرا، فربما ده كان عندهم برضو او تسبب ليهم بعض الضغط الى حد كبير، فدي اعتقد نقاط لصالحنا برضو الى حد ما. بص على المستوى النتائج يمكن احنا الحمد لله حسن والله بكل شيء، لكن كمان على مستوى الاحداث والظروف كانت الامور متشابهه الى حد كبير، يعني هم عندهم برضو يعني غيابات صحيح في نفس المركز اللي انت بتعاني منه او مركز المساك، يعني عندهم بعض الغيابات فيه، عندهم ناس كانت في القائمه وخرجت برضو نفس الظروف اللي عندك. يعني حته حسم الدوري يمكن في الاهلي تحديدا، يعني حتى لو حسب الدوري بيبقى هو طالب ان هو يكسب كل مباراه، وده يمكن بان جدا حتى في المباريات الثلاثه الاربعه اللي فاتوا، يعني يمكن بتلعب بارتياحيه شويه اللي هي حته الضغط على على المنافسه نفسها، لكن اسم النادي بيخليك تلعب حتى لو مباراه وديه بتبقى عايز تكسبها. فخلينا صفحه الدوري الحمد لله انتهت بحصولنا على اللقب، يبقى الصفحه الثانيه والاهم لنا ولجماهيرنا ومجلس ادارتنا وكل الناس اللي في المنظومه الرياضيه الاهلاويه كلها، يعني اللي هي بطوله افريقيا. شعر احمد تخش المباراه ما فيش توتر ولا عصبيه ولا تنسانه، يعني هي مباراه كره قدم برضو هنعبر فيها عن نفسنا، هنلعبها بشكل يعني زي ما يشوف المدير الفني والثماني على الشكل التنظيمي الفني يعني، لكن مهم جدا ان احنا نخش المباراه ب 10 ب 11 ونطلع ب 11، ما يبقاش فيها اي لا قدر الله اي في نقص عددي يعني. ان شاء الله باذن الله ان جوانا متحمسين جدا جدا جدا، لكن يعني تعبيرات وسطنا وحاجاتنا تبقى فيها هدوء وفيها عدم صربعه او فيها عدم توتر او تنحنح. رائع جدا، كل التوفيق وترجعوا لنا بالسلامه ان شاء الله منصورين. كابتن سيد عبد الحفيظ اشكرك يا فندم.